مشاهدينا، كل المواهب اللي شفناها خلال حلقتنا لليوم وتعرفنا عليها أكيد كان في وراها ظروف صعبة قدروا الأشخاص يتغلبوا عليها ويتجاوزوها بالثقة بالذات والثقة بالقدرات، وأيضا المحيط كان لهم دور كتير كبير بتشجيعهم وتحفيزهم والفخر فيهم لحتى هن يتقدموا ويطوروا حالهم ويضلوا عم يقدموا الخير والمواهب. وطبعا فرح هذا الشيء اللي انت عم تحكي عليه معروف عنا بفئتنا العامه انه هو اسمه ثقافه الطبطبه. يعني مثلا فرح بيكون صاير مع موقف انا بقول له طولي بالك، معلش بتهون، بتمرق هالمره، عديها على خير، ان شاء الله المره الجايه بتكون افضل. هالعبارات اللي نحن دائما بنستخدمها لحتى نواسي حالنا او نطبطب على حالنا او حتى نطبطب على اللي حوالينا. بس في فكره هون كثير مهمه، قديش هالثقافه ممكن تاثر على نفسيتنا سلبا، وهل في اخطار على ابعادها اكثر واكثر؟ هذا الشيء رح نحكي مع الاختصاصية الاجتماعية هانيا سنجاب جوا الاستوديو. اهلا وسهلا فيكي. يا هلا، يعطيك العافية يا رب. اهلا وسهلا فيكي استاذة. يعني بالبداية مثل ما حكيت مجدولين انه ثقافة الطبطبة معلش بتهون، بتصير كل العالم هيك بتصير معها، بس البعض الاخر بيعتبرها انه هي شوي من الحنية، شوي مراعاة المشاعر، شوي من الطبطبة، بس مو بمعنى معلش. هلا نحن فينا نفرق بين النوعين يلي هن شيء سلبي وشيء ايجابي؟ وضحي لنا هذا الشيء. هلا بالضبط هي مثل ما قلتوا انه هي حنية، يعني هي لها علاقة بالمشاعر، المشاعر الإنسانية لشخص هو بده هاي الحنية، لكن هي الفكرة إنه هي ما بتنطلب. فهون بدنا ننتبه حتى نفرق إنه نحن بين إيجابيتها وبين سلبيتها، إنه هي بدها تكون بالوقت المناسب وللشخص المناسب. أما إذا كانت بوقت مو وقتها فهي ما تعتبر حنية، محتمل الشخص الثاني يتضايق. تمام. الشغلة كمان الأهم إنه أنا ما فيني والله لاقي حدا، هي اصلا هي الحنيه وهي المشاعر بتكون باوقات معينه. يعني حدا زعلان بس انا ما فيني اجي اقول له دغري طول بالك. انا بتطلع انه هو مثلا يعني عم يستنى مني كلمه، حاول انه يسالني شيء لحتى انا جابه انه هيك طبطب عليه. اوكي، لانه في اشخاص بيعتبروها انه لا انا معناتها شخص ضعيف، لا انا ما بدي حدا انه يجي. يعني في عالم ما بتتقبل الطبطبه انه تكون عليهم. بالضبط، هي بتعتمد على حسب علاقه الاشخاص بين بعضهم، لكن بالنهايه يعني هي بتكون مشاعر كثير حلوه، يعني كثير حلوه ونحن بالفعل بحاجتها دائما لهي المشاعر. بس وين بدي انتبه؟ انه في ناس بيضلوا مثلا انت وقت بتشوفيهم انه خلص اجت هاي الانسانه اللي بتدعمني نفسيا ماشي، فبيضل بقى ببلش شو السق والنق وبتحكي عن المشاكل وساعديني وهيك. فشوي شوي شوي انا وقت اللي بضل عم ساعد وعم قدم وعم طبطب وهيك كثير عم بتعاطف، صار بدي مني طبطب علي بقى. هلا هون بده يكون منتبه الواحد انه انا بدي ما يتأثر. ايوه بدي افصل، انا بس عم بعطي دعم هون، دعم نفسي، بس انا بضل قويه لانه بتلاقي هذا الشخص ارتاح بس انا برجع هيك بحس طاقتي ما في طاقه وانا تعبت. فبيكون بسبب هاي انه اي شغله لها علاقه بانه الواحد بيعطي طاقته الايجابيه للثاني، فبده يكون كثير واعي وقوي لحتى يحسن يشحن طاقه ايجابيه. صحيح. بس الفكره اللي كنا عم بحكيها انه هذا الشخص يلي تعود دائما يلاقي هذا الدعم، فشوي شوي محتمل انه هو يحس حاله هو دور ضحيه وهو الشخص يلي انا ما بحسن لحالي، انا دائما بدي حدا يدعمني، حدا يقويني. فهون بدنا ننتبه انه انا عم بعطيك هاي المشاعر وعم ساعدك، عم حاول طلعك من هالحاله الشعوريه اللي انت فيها، بس كمان في شيء عليك انت لازم تعمله. لازم تنتبه انك انت تطلع من هاي، لانه دائما وقت الواحد هي الحنيه بتجي بحالتين غالبا، او الواحد بحاجه لهي الحنيه، وقت اللي بيكون زعلان هيك بموقف حزن، او وقت اللي بيكون هو متوتر هيك عم يستنى شيء، فبتلاقيه ضايع ما انه عارف يضبط مشاعره، فهون بيكون محتاج لحدا يطبطب عليه. يعني وانت عم تحكي في كثير هيك اسئله عم تخطر ببالي، فخليني اسالك بالاول تبع طول بالك، ليش عن جد العالم بتنزعج لما انا بطبطب على حدا وبقول له طول بالك؟ يعني هي الكلمه بحسها هيك انه غلط، ما مستفزه مستفزه. نعم. لاقول لك ليش، لانه انا مثلا يعني جيت انا زعلانه، صار معي مثلا موقف ضاعت ساعتي مثلا اللي انا كثير بحبها، اوكي؟ فانا بلاقي هذا الموقف كثير موقف صعب، يعني انا اكون زعلانه ومتضايقه انه الساعه اللي انا بحبها بجوز هي لها ذكرى كثير حلوه عندي. فتجي انت تقولي لي هانيا طولي بالك،
شلون طولي بالك يعني؟ تمام، هذا ما هذا الجواب عندي مصاب، مو حدث عادي انه رايحه ساعتي. بالضبط، فهي الشغله كثير بده يكون الواحد واعي لها وقت اللي انا بدي احط حالي بموقف انه انا جاي اساعد هذا الشخص، بدي امتنع عن هي الكلمات طول بالك، او بتجي لسه بتجي جمله ثانيه على اصعب، اي تعال شوف شو صاير معي انا، يا محلى مصيبتك اخي، انا ما بدي مصيبتك، انا بدي مين بيزيد مشكلتي، مين بيزيد؟ يا اما ساعدني شوي ارتاح، يا اما خلص لا تحكي. عرفتي؟ فدول الشغلتين كثير بدنا ننتبه وقت اللي انا بكون بدور انه انا بدي اقدم هي المشاعر، ما حس انه هون، بالعكس هون بيطلع التعاطف الحلو. انه معلش اول كلمه بدي بلش فيها انه انا حاسس فيك، انا حاسس انه قديش انت هي الساعه مثلا غالي عليك، او هذا الغرض يلي ضاع، هاي المشكله اللي صارت. فبس الشخص الثاني يحس انه في حدا حاسس فيه، لانه بالنهايه يعني بالنهايه انا ما رح لاقي مش حل لمشكلته، انا هون بالمشاعر عم بتعامل معه، فبس هيك حس انه حدا حاسس فيه خلص بيرتاح. الشغله الثانيه انا خلص بدي افصل مشاكلي، مو انا عملت بطوله وبدي اجي ساعده. صحيح. ما بدي احسسه انه لا كل الدنيا خربانه وانت من بيناتهم، يعني انت شغلتك كثير صغيره. لا هي ما انا صغيره تماما. طب اليوم لما بنحكي عن موضوع الطبطبه، ولما بنحكي انه هي جانب عاطفي، فينا نقول انه هي بتنفصل تماما عن العقل، ولا لا لازم انا كشخص بدي هون على الشخص يلي قبالي انه استخدم معه المحاكاه العقليه، اعطيه 1 2 3 حلول الى اخره؟ بالضبط بالضبط. هلا تعقيبا على هالكلام، في المشاعر والسلوك والتفكير، هاي عفوا هاي للشخص يلي هو بهي الحاله اللي مخربطه مشاعره، فناحيه العقل هي بتتفاعل عند الشخص الثاني اللي هو عم بيساعد. تمام، فبالعكس بده يكون يفصل شوي مشاعره ويعطي شويه تفاعل وتعاطف، بس بده يكون العقل هو اللي بيتحكم عنده، لانه انا خلص ساعدته شوي بالمشاعر، ف طيب يلا تعال نشوف هلا شو لازم نعمل لحتى نطلع من هي الحاله. هون بدي شوي حاول فعل له الـ يعني حاول تشتغل افكاره، فشوي شوي محتمل نوصل لحل. هو انا مو من واجبي انه هذا الشخص الثاني انه يلاقي له حل، بس انا عم ساعد، لكن انا بالعقل والمنطق وهو بيكون مشاعره اللي هي شغاله. يمكن كثير غلط لما الشخص المساعد يقدم الحل للشخص يلي هو معتبر حاله الضحيه. تمام، ممكن كمان كثير غلط انه تزيد الطبطبه عن حدا، وخصيصا لما نقول معلش كل العالم هيك بيصير معها. فيعني قديش هذا الموضوع بياثر، يعني نحن بنعرف انه المراه او الرجل بيتعرضوا لمواقف كثير صعبه مجتمعيا، وكل المحيط بيقول لهم ايه كلياتنا هيك بيصير معنا، ايه عادي، ايه طول بالك، يعني بيخلوه يعني يمكن يحس انه هو غلط، ما حكيت انه هو يا ريتني ما حكيت، او معقول يعني هي كثير عادي وانا ماني حاسس انه هي عادي. فهون يعني شو بيكون؟ هلا هون الاسلوب هو اللي بيختلف. هلا بجوز بكثير اوقات بمواقف بحياتنا بيكون كلامنا صح بس الاسلوب غلط فبيخرب الدنيا. فهون الاسلوب انه انا فيني اجي اقول له انه طيب في فلان صار معه هيك هيك هيك، شوي كأنه قريبة على قصتك، فهون شوي بحس إنه إيه في بتصير مع كل العالم. أما إجي أنا أحكي إنه هذا الشيء بصير مع الكل، لا هو بجوز ما بصير مع الكل، وفعلا يعني ما في شيء بصير مع الكل، بتختلف يعني الحالة. فهون الشخص يلي عم بيساعد كمان بده ينتبه لموضوع الأسلوب، يكون الأسلوب بوعي، مو أنا مثلا سامع كلمة أو سامع تجربة أو والله جملة قريتها بجي أنا بدي أصير طبقها على هذا الشخص، لأنه محتمل بكلمة واحدة أنا بحسن يعني أرفع حالة الشعورية للشخص اللي قدامي، بكلمة واحدة محتمل أنه أنا دمره فيها. تمام، فهون بده يكون الواحد كثير منتبه. طب هون خلينا نحكي عن موضوع انه انا بدي طبطب على حالي، بدي احكي مع حالي، واسي حالي بحالي، هل هذا الشيء عم بيكون شيء ايجابي ولا لا؟ وفي له طريقه معينه ممكن انا واسي حالي فيها وفعلا تكون ايجابيه بدون ما الجا للطرف الثالث اللي حكيتي عنه؟ بالضبط. هلا انا كيف بواسي حالي؟ بدي اقعد اتذكر يعني وقت اللي انا قاعد بموقف كثير مضايقني، بدي اعطي حالي وقت واقعد اتذكر انه يعني في انا صح مرق معي هذا الموقف اللي مو حلو، بس في عندي كثير مواقف حلوه مرقت معي. طيب اوكي، بتذكر انا موقف كان قاسي ومرق، يعني ما دمر لي كل حياتي. فهي الاشياء وقت اللي بقعد انا هيك بتذكر فبتعطيني قوه لحالي. حاول انه انا ما استعطف الاشخاص يلي حواليي، لانه انا ما فيني اطلب العاطفه، ما فيني اقول لهم تعالوا ساعدوني، تعالوا حنوا علي. وهو بشكل عام هي كمان كنصيحه كثير مهمه، انه هن 3 اشياء ما بينطلبوا، انا ما فيني اطلبها من الاشخاص القريبين علي، يلي هي الاحترام والاهتمام والمشاعر اللي عم نحكي عنها هلا.
فوقت اللي انا بدي اجي اطلبهم او عم بشحدهم فهون بيطلع موقفي كثير بايخ واصلا ما رح لاقيهم. طيب وقت اللي انا ما بلاقيهم شو بعمل؟ بصير انا بعطيهم. وقت اللي انا بعطيهم انا هون دائما عم باخذ شحن للمشاعر، وبالذات وقت اللي يكون انا بحاجتهم، لانه دائما وقت اللي انا بحاجه هذا الشيء فبصير بعطيه اكثر لانه انا حاسس فيه وحاسس بالاشخاص يلي بحاجتهم. فهي نصيحه كثير مهمه انه حلو الواحد يركز عليها على هدول الثلاث اشياء. استاذه هانيا شكرا كثير على كل النصائح والتوضيحات اللي قدمتي لنا اياها بخصوص هذا الموضوع. يمكن نحن نادر ما نلتفت للمواضيع العاطفيه والمشاعر او نعترف فيها، وبالاونه الاخيره صرنا نسمع كثير عن مصطلح الطبطبه، فكان لابد انه نحكي بهذا الموضوع. شكرا كثير لك. يا هلا فيك. شكرا شكرا كثير لك. شكرا مشاهدينا، بنهايه حلقتنا وصلنا للختام. ان شاء الله بنلقاكم بالحلقه الجايه ونحن همتنا عاليه، مطبطبين على حالنا، ايجابيين، قادرين نتجاوز كل العقبات يلي موجوده حوالينا ونواسي حالنا بحالنا لانه نحن بحالنا اقوى. اكيد مشاهدينا لا تنسوا تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ويوتيوب وانستغرام. دائما نلقاكم بالفرح والحب والخير. الى اللقاء. باي باي.